حضرات الضيوف الكرام، مرحبا بكم بالمدرسة الوطنية لتكوين رتباء ورقباء الأمن بسيدي سعد، وهي تحتفل باختتام السنة التكوينية.
الأداء اليمين. عادة سر. إلى كلمة السيد وزير الداخلية. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة أعضاء مجلس النواب، السيد ولي القيروان، السادة المديرون العامون، السادة الإدارات الجهوية والمحلية، حضرات الضيوف الكرام، أيها التلاميذ، يسعدني أن أشارككم اليوم فعاليات تخرج دفعة جديدة من الملازمين الأول وحفاظ الأمن ممنها لهم المعارف ومهارات تلقوها طوال فترة تكوينهم لهذا الفضاء العريق الذي شهد ولا يزال تخرج دفعات متتالية من رجالنا البواسل للإسهام في الذود عن حرمة الوطن ورفع رايته. ضيوفنا الكرام، أيها التلاميذ، إن اختيارنا لشعار الأمن رافد أساسي للتنمية عنوانا لذكرى 61 لعيد قوات الأمن الداخلي لهذه السنة نابع من قناعتنا بأن الأمن والتنمية عنصران متلازمان، فالأمن هو المحرك الحقيقي للتنمية والداعم لها والمؤكد على استقرارها وازدهارها وديمومتها، وهو من أهم الركائز التي تقوم عليها الدولة وتسخر لها كل الإمكانيات المادية والبشرية وتعمل على تطويرها. ومن هذا المنطلق عملنا على تكثيف العناية بالتأطير والتكوين المستمر حتى يكون الجهاز الأمني مواكبا لأحدث التكنولوجيات لمقاومة كل أشكال الجريمة، وسعينا حثيثا في هذا المجال لتوفير أكثر ما يمكن من التجهيزات والوسائل حتى تمارس وحداتنا الأمنية مهامها في أحسن الظروف وعلى أكمل وجه. بهذه المناسبة أتوجه بجزيل الشكر إلى كافة هيكل الإدارة العامة للتكوين التي تواصل العمل على برنامج إصلاحي يشمل البنية التحتية ومراجعة البرامج وإطار ومضامين التكوين بما يرتقي بمستوى مختلف وحداتنا لمكافحة جميع التهديدات وعلى رأسها محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة من أجل عزة تونس ومنعتها. أيها السيدات والسادة الكرام، أيها التلاميذ، لا يفوتني بهذه المناسبة الكريمة
أن أذكركم وأنتم تستعدون للالتحاق بميدان الشرف بقداسة رسالتكم تجاه الوطن وضرورة الالتزام التام والتحلي بالانضباط والرصانة ومراعاة قداسة القيم والمعايير الدولية لمبادئ حقوق الإنسان واحترام حرية وحرمة الأفراد. أجدد تهاني الخالصة لكم ولعائلاتكم بمناسبة تخرجكم متمنيا لكم التوفيق في حياتكم المهنية. عاشت تونس حرة أبدية بل أبد الدهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تشكيلتي الطلائع.